صيام اسلامي. هل ممكن ادخل الصيام الاسلامي مع التحدي بتاعنا؟ احنا هل هننقص دهون ولا عضل؟ وكده يبقى حاجه جميله جدا. السلام عليكم، صلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. يا جماعه النهارده اليوم السابع في التحدي، بفضل الله عز وجل اكملنا 7 ايام في تحدي صيام ماء فقط لمده 30 يوم متقطع، وان شاء الله مكملين. طيب في حاجه لازم اقولها لكم، امبارح مفروض كان يوم الراحه اللي هو كان بيبتدي من الساعه 3 مساء الى تاني يوم الساعه 3 مساء، تمام؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا يعني بمنتهى الامانه عشان معودكم هنا يعني في امانه ان شاء الله هنا عندي على القناه، الحقيقه ان انا كنت بحضر اكل تمام الساعه 11 قبل الساعه 3. فالحقيقه وانا بحضر الاكل كنت بحط تونه بقى وحمص، ويعني بظبط الموضوع عشان ابتدي اكل ايه الساعه كام، ابتدي اكل الساعه مثلا 5 وافطر مثلا اللي هو الساعه 3، كنت هفطر مثلا على تمر حاجه بسيطه كده، ممكن بعديها اكل مثلا الساعه 5 اكل مثلا تونه حمص جزء بسيط وبعديها اكمل وهكذا يعني اقسم وجباتي. فاللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان انا الساعه 11 وانا بحضر طبق التونه بالحمص، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا من غير ما اقصد فدقت الطبق. فاول ما دقت الطبق قلت طيب انا كده يعني احسب نفسي ان انا صيام ولا، فقلت لا خلاص احسب نفسي ان انا اكلت واعوض الساعات دي، فان شاء الله الساعات دي هتتعوض، ما تقلقوش ان شاء الله هتتعوض في يوم الراحه الجاي. طيب قلت اقول لكم المعلومه دي علشان برضو ابقى امين معاكم 100%. في حاجه تانية يا جماعه، في بعض الاسئله بتجيلي في الفيديوهات بيقولوا لي طب احنا هنخس عضل، لا الكلام ده مش صحيح. بصوا التحدي اللي انا اطلقته اللي هو 3 ايام صيام ماء فقط لمده 30 يوم متقطع، ده تحدي صحي ومفيد وامن جدا ان شاء الله، ولكن يجب ان انت تستشير الدكتور. ليه؟ مش كل انسان فينا يقدر يستحمل التحدي ده. طيب اللي بيجي بيسالني بيقول لي ان احنا هل هننقص دهون ولا عضل؟ لا احنا هننقص دهون. ليه؟ علشان احنا يعني في التحدي اللي احنا بنعمله ده احنا ما بنوصلش لحاجه اسمها الجوع الشديد، فاحنا ان احنا بنصوم 3 ايام بس ده امن جدا، ما فيهوش جوع شديد ولا اي حاجه، فبالتالي ان انت مش هتنقص عضل، انت بس هتنقص دهون. بصوا الجسم بينقص دهون لغايه اما يجي في مرحله اسمها المجاعه او الجوع الشديد، في المرحله دي بيبتدي بقى ينقص عضل ويبتدي ينقص يعني عناصر كتير جدا، وبيبقى مرحله خطر جدا وهكذا. فاحنا مش في المرحله الخطر دي، احنا في المرحله الامنه اللي هو 3 ايام صيام ماء فقط، دي مرحله امنه تماما ان شاء الله، ما فيهاش لا مرحله المجاعه ولا مرحله الجوع الشديد ولا اي شيء، فبالتالي مش هننقص عضل، هننقص فقط دهون، تمام؟ طيب قلت لكم اقول لكم المعلومه دي مهمه جدا عشان الاسئله اللي بتجيلي في التعليقات في الفيديوهات، فمهم ان انا كنت اوضح لكم المعلومه دي للي خايف ينقص عضل ولا حاجه، ما تقلقوش. الحمد لله في اليوم السابع ده انا حاسس بايه؟ اول حاجه هنتكلم على الجوع، جعان؟ لا الحمد لله مش جعان. عطشان؟ بعطش وبشرب الحمد لله يعني. النوم؟ لا الحمد لله النوم كويس ما فيهوش اي مشكله. تركيز؟ لا الحمد لله التركيز كويس. السرحان؟ لا الحمد لله ما فيش سرحان. طيب مكمل ان شاء الله مكملين. طيب يا جماعه جالي سؤال في الصيام وهو هل ممكن ادخل الصيام الاسلامي مع التحدي بتاعنا؟ ممكن تدخله، يعني هي الفكره ان انت بتصوم، يعني احنا بنصوم 3 ايام صيام ماء فقط وبعديها يوم راحه وبعديها 3 ايام صيام ماء فقط وبعديها يوم راحه وهكذا لمده 30 يوم متقطع صيام ماء فقط. طب ازاي هقدر ادخل الصيام الاسلامي معاه؟ عن طريق ان انا عندي الثلاث ايام دول ممكن عادي ان انا اصوم من الفجر تمام للمغرب ولا اكل ولا اشرب ولا ميه ولا اي شيء، فانا كده بقى صيام اسلامي تمام. بعد المغرب بيبقى ماء فقط، اشرب ميه وهكذا لغايه الفجر، وبعديها صيام اسلامي ولغايه المغرب، وبعديها اشرب ميه بعد المغرب، يبقى انا كده فطرت من الصيام الاسلامي وهكذا كمل. وبكده يبقى احنا جمعنا النظام الاسلامي مع صيام الماء، وربنا يعني ان شاء الله يكرمنا ويعطينا الثواب يعني بتاع الصيام الاسلامي، وان شاء الله يعني ربنا يدينا الصحه والعافيه بخصوص صيام الماء ايضا، وكده يبقى حاجه جميله جدا. وفي حاجه كمان يعني ده برضو زي ما تقول ايه استفاده عظيمه يعني للناس اللي هي في رمضان اللي مثلا وقعت ايام منها، في ايام طبعا ممكن نبقى كنا عيانين او كنا تعبانين ما قدرناش نصوم وهكذا، فممكن انت تقدر ان انت تعوض الايام دي مع التحدي بتاعنا.